احتفل معهد الدراسات القبطية التابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالتعاون مع المركز الثقافي الأرثوذكسي بافتتاح العام الدراسي الجديد، وذلك بكنيسة القديسين البابا كيريلوس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بالكلية الكليركية. وشارك بالاحتفالية صاحب نيافة أنبا إرمياء الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي وإنصنا والأشمونين وعميد المعهد والأساتذة والطلاب. معهد الدراسات اتأسس سنة 1954 ميلادية، وكان موجود في مكانه الحالي. وأنا أذكر وأنا طفل في هذا المكان كنا نخش معهد الدراسات ونلاقي فيه أسماء الأقسام وأسماء الأساتذة بيدرسوا، وهم اللي تركوا لنا التراث الكبير جدا اللي احنا عايشين عليه لحد دلوقتي. طبعا جيل يسلم جيل، ودي أمانة في ايدينا احنا بنسلمها.